بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. እሺ እንግዲህ ወደ ሁለታችን ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ እንሄድና ለማሳጠር ሞክራለሁ ዛሬ ኢንሻአላህ ስለ ሉቅማን ነበር ሉቅማን በቁርአን አላህ ተቅሶታል حكيم مهونون نقرونا لالله سبحانه وتعالى انا بطام يتاوكو قن ملقمان بقرآن يتاوكو يباتنا ينات كبر بمتك أسونا الله سبحانه وتعالى سل لقمان سنقر للجو اندي تارقو يمكرون دنبر بزو آيات هوردو على الله سبحانه وتعالى انا يتدرسن نبر زي درسن نبر سل يباتنا ينات كبر እነቴኖ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞችና እህቶች እኔ ሁሉ ጊዜ ምለው አንድ ቃል አለ እነት እኔ አባትና እናቴ ሞተዋል አልহামዱሊላህ በጀናት ጀና ይሁን ሰፈራቸው አላህ Subhanahu Ta'ala የተቀመጣቸው በረህመቱ Subhanahu Ta'ala لكن እኔ አሁን የدرسኩበት የዒልም ደረጃ የአባትና የእናት ክብር ምን መሆኑን አሁን በደንብ ያወቅኩበት ጊዜ አባቴና እናቴ ቢኖሩ ላለሁ والله والله اقول لكم بملاسي ارجي كغراچو اسك راساچو لساچو ነበር ነው ምለው ልክ በቃ እንደዚህ ልስ ላስ 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 አርገ አልጠግባቸው ነበር ነው ምለው እና የኛ ስላለፈ እናንተ አባታችሁ እናታችሁ ያሉት ወይም አንዱ ወይም እናቴ ወይም አባቴ ያለ አሁን ይሄን እድል አጥፋ ነው ምለ باب الى الجنه هي الام والاب بابين الى الجنه اذا يهن بر كما زغاتو بفيت تولو بل تولو تولو بل والله انت باوروبا هنا انت باديس ابا كالج بتليفون بقى جروان اسكم يامات درس دوللات ساق تچاوت مرقا وسد كسوا يعني بتام ندمتوده ندمتغفر له عفوا ندمتله ارق كهدهش اتاغنياتم ويما باته كهده اتاغنيوم ስለዚህ እነ እድል ለእናንተ ቀሪ ነው ለኛ ግን ሄደዋል ነው ምለው ስለእና እስትንቀጥልና كلنا نعلم الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ليخطب يعني قال امين نعم امين ثلاث ጊዜ ነው امين 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 قالوا النبي صلى الله عليه وسلم እና ምንድነው ብለው ሲጠየቁ ምን አሉ النبي صلى الله عليه وسلم من علي قال جبريل يعني سمت جبريل متابنينا امين برالين يعني امين الكتالي فقال ابعد الله من ادرك رمضان فلم يغفر له رمضان ميهل رس درسو برمضان مكنيات يالغفر لت الله يالغفر لسوكو الله كالله ركو بله امين بلالونا نبيه صلى الله عليه وسلم امين الو وابعده الله من ادرك والديه او احدهما አባቱና እናቱ በህይወቱ ያለ ያደረሳቸውና ወይም አንዳቸው ያኔ ከአባቱ ወይም ከእናቱ አንዱ እንትን በህይወቱ ያለ አይቶ በነሱ ምክንያት ያልተገፈረለትና ጀና ያልገባ አላህ ያርቀው በል አሚን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وابعده الله من ذكرت عنده محمد رسول الله نبي الله يتبالى صلى الله عليه وسلم يمايل በጣም ስስታም የሆነው ሰው ከአላህ ረህማ ያርቀው በል አሚን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إذن نبي صلى الله عليه وسلم ستكسو صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مالتو أنان نقزي بمرسات كان هنا بستكر إياوك متوما بتام تروى دلم نوملو إشي إنا وأنه ما الأكتب من دنو أباته إنانا تبهيوتي يغنيها تشو بالنسو مكنيات جنة القبهو بما أنه متقبهو إنا بتام كبار نوملو وورد في الحديث ليلة حديث دموم النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رغم انف رغم انف رغم انف قالوا نا ما ادري بامارنيا من دون رغم انف يعني ما ادري بامارنيا ارغمان نو الله سبحانه الله يوفقه والله يوفقه عندما قالت نو ما نو يقول ادرك رجل ادرك احد ابويه او كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنه نا الله رقوا بقى ارغمان نو نا اباتو وناتو اغنيتو جنه على اسغبوبت بتام بتام يترجم سونو يلالو ورد عن عمر بن الخطاب ان رجلا قال لعمر اني افعل لوالدتي كذا وكذا عند سوكونو متول سيدنا عمر بن لاچو اني لناتي
በጣም ነው መታዘዛቸው በጣም ነው ማከብራቸውና እንደዚህ ያደርጋለሁ በጀርባ የተሸክማቸው እሄዳለሁ ሽንት ሲመጣባት እኔ ረዳታለሁ ምናምን ምናምን ብላ ተናገረ እና يقول هل وصلت الى برها الله عززني كبرتنا الله عززني طاعه ستهوات بزي بلو سيطيقاچو نعم يقول سيدنا عمر قال لا لا لناته يفلكون نجر بتسرى يسوان جزاء السطحات مالو ولن تدرك ما فعلت بك ما فعلت بي ما فعلت بك السؤال انت يدرجتشله بحصاننته لتدرسوا تتشلم تشرسهالو لانها كانت تغسل اغذارك ينتن قشاشا سغرا شنت منامن متاو ماستاوك منا تقللا قشاشاوش نغير يطرقچ ستسدغهالو وتقبلك وترجو ان تكبر ويطول عمرك النايم تفلقو ينبرچو ጉንጭን እየሳመች ራስን እየሳመች ሽንትህን አሰገራህን ያጠበች እንደዚህ ስትስም እንድታድግላት ነው የምታስብ የነበረችው አለኝ ولكنك لو فعلت بها مثل عند لك سوى درجته بحصنته سوى درجته اللي بتادرغم قالوا نعم انت تتمنى زوالها انت قن بقن يتبك مشت موتالچ يالك بلبت تمنياله انا شتانا بين هذا وهذا السؤال التادقله التادقلات نو متفلقو انت قن لتموتله نو متفلقونا يفلقو النجر السوا درجهو لتدرسبتا تتشله مالوت قن قتل مالتاچو نو طيب كذا بهالا وحقوق اهون سموني برنب سموني اهون اني اهون بمناغرو تمرتي بزي للزقا نو قن اونتي نو ميست تبلت قلت ويس انات وين بليلا النقاقر يميست حق نو يقالي ويس ينات حق نو النات 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 هلو هل اللم يتاوق نو النات نو رباكاتشو عند ميست بلستي عند قلق قلن عند ستو ميست بل ولا تساسته النات لا ميست فلق قال له تنش عند س ايوه ميست ميست لول لالي ميست ال او ال ال علي ميست اشي اهون اهون اني لا ورادر نن جن سيتوچو اباكاچو اتقطوبني لمن مسلاچو انشي زاري ميست نچ نگ انات نچ لدگمو انشي زاري ميست نش نگ جن انات نش يميست سواله حق ادلم وي نگر حق نو سلازي አሁን ሚስት ስለሆን አትቆጪ ላኪን ነገር الناس ስትሆኚ አሁን የምለው ነገር ላንቺ ትልቅ ሽልማት ነው ደሞ አሁን የምለው እኔ ከኪሴ አይደለም ሁለተኛ ነገር ነው የምናገረው ቁርአን ያለው ሐዲስ ያለው ነው የምናገረው ይገባችሁ አባባሌ ፍልስፍና ከኔ ተፈላስፍኩት ነገር አይደለም ቁርአናችን ሐዲስ የነብያችን ሐዲስ ያሉት ነገር አሁን ተክሳለሁና የናት ሐቅና የሚስት ሐቅ ሐቅኮ ሚስትኮ ሐቅ የላት ማለት አይደለም ሐቋ በጣም ትልቅ ነው መፍትዋ ትልቅ ነው ላኪን እና ወዳደርስቲ የናት ሐቅና የሚስት ሐቅና ወዳደር ቢስሚላህ ብለን ጀምር ያዙልኝ እንግዲህ ነገ ሰኞ የምጠይቃቸው ጥያቄ ተቀላላ በዚህ ይሆናሉ ልድገመው ኑርጀና አመቱላህ ኡሙ ሲሃም زينب بنت جاحش طيبه توداجه انقدي دمبنيون شاتش النزي ناتشو زبير 100 النزي ينيا دمبنيوش ناتشو انقدي نجي متايقاتشو تياقوش ابزانيوچو اهون كملو نو مندنو ملو اهون ينات حقنا يميست حق لا ودادرنا بسم الله بلا نجمر اشي مجمر يالو حقوق الوالده مع حقوق الزوجه فرق كبير بتعم لينت الله الى الله عند في حق الوالده ينات مبتنا ينات حق سيتكس الله سبحانه وتعالى من عليه قال تعالى ولا تقل لهما اوف ان اوف اتلم اتبل كذا يميانس نغير يلم يني ريج مصطفى نعم ايتشن ستي ستن اوف اشي تسطات الله كن اوف يارك نو متسطات يجن اوف يمتلو نجر حرمها الله سبحانه وتعالى من ولد لأمه أو لأبيه إذن ولا تقل لهما اوف هذا في حق الوالدة
أو في حق الوالد. طيب في حق الزوجة من عليه؟ سلميست من على الله سبحانه وتعالى واضربهن. لميست متات عليه للناث النا لبات قن أوف ما تبلاتشو مكان لتمتاتشو أوف ما تبل سلزي لميست قن متات ممتات يمسفل لقات كوني تمتات على انقلي قرآن من بويني كني على اللم. طيب في حق الوالدة سن الناس النقر من علي الله سبحانه وتعالى يقول في حق الوالدة ولا تنهرهما يعني اللي يجو عبدو ايش من تفلق ليش اتبل انزي اتبل لناته لناته ايش ماما من دونهم تفلق رباك ايش قوي منامن كل كل نو يعني ليج منو باكا تسمعني اسمع شالله كو منامن تشهبل حتى الناقر عليه لناتش لناته مالتنو. طيب في حق الزوجة من عليه وهجرهن في المضاجع جربهن ستها تنيا عليه أو قرآن كو ست تنيا عند تقطع عند بتأم عند تألهات للتستوك بالقلاي تنيا تاتشو فتنة تستات جربهن ستنا كذا هلا يا حبيبي منام بتنا اباك زور بي بلات وكا جربهن ستته اباك هنا من دنو منام ستل ارى زور بي كتات بمن دنو متكتات جربهن بمستت تكتات الله يهنا قر لنا تايب بالم. طيب نكتل في حق الوالدة قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ان ينتهوا لتكنف بمريت لا اودك اتشو الناتنا ابات ازاي وطو بكنفه وطو اذا اتشو لتبرك فلكم كشاركم اذا اتشو برر الى ان رحمة ست اتشو ازنت ست اتشو ينتن كنف اودك اللاتشو انتفل لاتشو الى سلام انه يزي سلام الناتنا من ناقروا في حق الزوجة من الله سبحانه وتعالى. نعم يقول نبياتك صلى الله عليه وسلم من إلاله سلا حق أنت لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لو كنت آمرا أن يسجد أحدا لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها سلا الناس من عليه ينتهوا لتكن بمرت لأنتفوا الزاوة توهدوا بك أبت أمتهت الناس هينو ملو سلا مستقم من عليه يعني عند سو لاند سو لمسجد بيتشال نورو مست لبالوا عند تسجدلت عزز نبر تعزاز اسالف نبر لكن سو الا الله بيتشانو ميسجدو من معناته نو يعني ست بتام بالوان ماكبر አለበት وند دمو بتام اناتو ماكبر አለበት يعني سيت مفتي يلات مالتي ادلم مچرشا اني سدمدم انغراچو الله انا يا سيت مفتي بتام تلق نو يا سيت مفتي لكن كنات منم كنيت يلوم. طيب كذا نقتل استي في حق الوالدين سلاباتنا سلنات الله من عليه لا يقول سبحانه وتعالى في حق اللي اسمه لا تفعل شيء الا باذنهما اباتنا النات يالفقدوت نغر اتارق اباتنا النات يالفقدوت اتارق اتفشقاچو اتسقطتاچو الناس يما يفلقوت نكر اتارق ادلم. طيب في حق الزوجه سلميست من عليه يقول انتو لا تفعل انصارونو لا تفعل الزوجه الا باذن زوجها هذا امر في الاسلامي سلانات من عليه اسوا يما تفلقو اتارق سلميست من عليه بالوا يما يودو نكر مارق يلبات ميست متتازز اللبات يا ادلم شرعاچن السم ما يفلقوا نجر ما رجع اللباتهم. نقولي ينجر سنل مع سياق هنا أدرجم أتدرجم الله ماسكوتك هنا تزنو متلو بقى هيد الناس زور بنو متلو لكن السم يفلقوا نجر يعني على أنتنو السن ماسدست نجر السم ماسكوت أنا جر ما رجع اللباتهم عليه. طيب نقتل في حق الوالدة قال تعالى وقل لهما قولا كريما كانت جا ست النجر تحتنا لو أقل تتكم ماما حبيبتي روحي براس ولا تسمعت له اقروان تسمع له كفلك قلبتوان تسمع له كفلك تشكم هاتم تهدى له. نعم والله الناته يفلق تشون نقر تارق له انا من دنوله وقل لهما قولا كريم. ايش معنى قولا كريمة؟ يعني كريم تقل لاتشو تهتنا يمون لو بتأم تزاجنتي لو قل بلاتشو إلال. طيب في حق الزوجة سلمي استمنا عليه أم أمرت أن تؤدبها عند تأدبات نويت عززكو
እንድ ትቀጣት ነው የታዘዝከው ሚስቱን የማይቀጣ ሰው በጣም ወንጀለኛ ነው በቃ ከቤት መውጣት የለበትም አለ ፍቃድህ አንተ የማትፈልገው ሰው በቤትህ መግባት የለበትም አንተ የማትፈልገው ምግብ መስራት የለበትም እና አንተን ታዛ እንድትቀጣት ያስፈልጋል ይሄ ዲናችን ነው አሁን እንግዲህ ለምን 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 አትበሉኝ አውሮፓ አሜሪካ ያላችሁ ዲሞክራሲ እኮ ነው ምናምን ምናምን አትበሉኝ ይሄ አላህ شرع ነው ይሄ አንድ ነው طيب في حق الوالده سل الناس سنغر من على ديناتن مدح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي انفرج الغار بدعاء هذا الرجل ان تقالچو انزا سوس سوچ ود سفر سيهدو باند واشا جبت واشا والتزغف تزغتوال لكن دعاء نارغس بلاو كلهم دعاء درغنا كنسو سوستو عند من عليه يا ربي عليه يا ربي انت تقالله جيتاي عند قن عليه شوف سبحان الله تلك دنگاي نو يزغاو برو يواشاو برو تلك دنگاي متو زغاونا 100 سوج متو ليدفوت بيچلو ايچلوم لمكفت لكن بدعاء تكفته يغباچوال حديث بخاري ومسلم اخي حديث صحيح سوست سوج سافروا باند واشا جبو زنابنا مسلم متباچو جبونا تلك بتراراي نبر تلك دنگاي برون زغاباچو እና በዛ ጊዜ 100 ሰዎች ነጥቶ ቢደፉት አይከፈትም ላኪን ዱዓ አደረጉ ሶስቱም አንዱ ዱዓ ምን አደረገ እንግዲህ እሱ ነው የሚያስፈልገን ጌታ ያለ አባትና እናት ነበሩኝ እና ተኝተው ነበር ማታ ነው እኔ ከውጭ ሄጄ ወተት አመጣሁ አለ በትልቅ ጋን ወተት አመጣሁና ለአባቴና ለእናቴና ለልጆቼና ለሚስቴ ቢየኔ አመጣሁት አለ አሁን ከልጆቹ እነን ሲጠብቁ ያለቀሱ አባታችን አልመጣም ወይ ሩቦናል ባክ ራበኝ ያሉ እናታቸው ሲበጠብጡ ቆዩ መጥቼ ግን ያኒ ልጆቼ ከአባቴና ከእናቴ በፊት መጠጣት የለባቸውም ብዬ እንቢ አልኳቸውና ለእናቱ በቃ ደክመው ተኙ አለ እና እዛ አልጋስር ሆኜ አባቴና እናቴ ስለተኙ በቀሰቅሳቸው ከዛ የጣፈጠ እንቅልፋቸው እንዳይነሱ ብዬ ለነሱ ክብር ብዬ በቃ በአልጋስር ብዬ ቁጭ አልኩ አለ ራሳቸው ያኔ እነሱ አባትና እናት ያኔ እንቅልፉን ጠግበው ከተነሱ ብዬ እጠብቅ ፈጅር ገባ አለ እና በቃ ሱብህ ገባ ከዛ አባቴና እናቴ በቃ በጣም ትንትኑ እንቅልፉን ጠግበው ተረሱና ጋኑ ሰጠዋቸው አለ ሲኑ ሰጠዋቸውና ጠጡና በጣም ከረኩ በኋላ አምጥቼ የተቀረው ወተት ለልጆች የሰጠዋቸው አለ ያ ረቢ ይሄን ነገር ላንተ ብዬ ያደረኩት ከሆነ ይሄን ዋሻ ክፈተው አለ ተከፈተ ታቃላችሁ አንድ ሶስተኛ ተከፈተ እነዛ ሁለት የተቀሩ ደሞ ዱዓ አደረጉት በጥሩ ስራ ያሰሩት ዱዓ ሲያደርጉ ደሞ በሙሉ ተከፈተ ማለት ነው አንድ ክሬን አንድ በጣም ሃይድሮሊክስ የሞላንትን ማሽን መጥቶ ሊከፍተው የማይችለው በዱዓ ብቻ ተከፈተ ይወላችሁ እንግዲህ ስንነጋገረው የቆየ ነው ዱዓ ተራራ ያፈርሳል والله ተራራ ያፈርሳል ዱዓ ይነው እንግዲህ ስለዚህ في حق الوالده من عليه ይሄን አሁን የነገርኳችሁ ታሪክ አለ طيب وفي حق المرأة يقول صلى الله عليه وسلم لو اصاب الرجل شوف يا اخو عندك كفاتشو بتشالك يا نبياتين دغغر نو كن اند مثالي نو يقربوت لو اصاب الرجل دما وقيحا يا سويو سونتنا قداو بيقوسلنا بيقوساسل اندزي دم بتشا بيهون فلحسته الزوجه مستو بتام بملاسو ارغا بتادرقلتنا قسلون بتادرقلت ما ادت حقه يسون كبر السطتشم ይህን ደረጃ ነው የደረሰው ናዓም ናዓም እንደዚህ ያድርግ ማለታቸው አይደለም ላኪን የባል حق በጣም በጣም ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ነው የሚሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب في حق الوالدين قال صلى الله عليه وسلم ስለ እናትና ስለ አባት ክብር ሲናገሩ انت ومالك لأبيك ትናንትና ያልነው ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናሉት ለልጁ አንተና ቆዳ ስጋ አጥንት ሰውነት ገንዘብ ያባተህ ነው አሉት። تمام؟ طيب في حق الزوجة من قالت الرجال قوامون على النساء. ወንድ የቤቱ መሪ ነው ታዛጅ አይደለም ያዛልዛ አዛጅ የሆነው ወንድ ነው ሚስት ልጆች አባታቸውና ባሎቻቸውን ማክበር አለባቸው መታዘዝ አለባቸው ይላሉ። طيب في حق الوالدين نبياتي صلى الله عليه وسلم سلا اباتنا سلا الناس يناغرو انت تدخل الجنه بهما
سبحان الله العظيم أنت ويم أنتي جنة باباتش نابناتش سرنو يتقمت أتش سلزيه أنتي جنة متقبيو ويم أنت جنة متقباو أباتنا النات سيودو له بيتشانو أباتنا النات كتقوتو جنة بإقرات شو سرسل هنا أتاقنياتم ألو نبياتشن طيب حق الزوجة سلميس سنناقرو لك يسو أنس أرني تناقرو لا تدخل الجنة المرأة إلا إذا رضي بها من زوجها بالوا كالودد بالوا كالتدست بالوان يسقط أتمست جنة قبار لك ماريس زبتنو إلا أن يكون بالوا فانديا بالوا يما يربع بالغي سكرام يما يسقد زنا ميادرقنا مدفوق هنا يهما እንኳን ለተታዘዘው ከሱ መቀመጥም አይበጅም ምንም ነገር ላኪን እነምለው ምንድነው ጥሩ ባል ሆኖ በሷ ሪዳ በሷ ውዴታ ብቻ ነው እሷ በሱ ውዴታ ነው እሷ ጀነት የምትገባ ይላል طيب ንቀጥል እስቲ في حق الوالده يستحيل تغييرها الله اكبر ስለናት ነገር مستحيل የማይሆን ነገር ነው እሷን ጥለህ ሌላ እናት ለማምጣት يتشالالي أخوة أنته تله للا أنته لتامتات يتشالاله وي طيب في حق المرأة أباح الله الطلاق سنة ميست سنة متاقن ميست لكه للا ميست لتامتات يتشالاله طيب ودل يرنهيد في حق الوالدين الدعاء لك شبه مضمون سنة والدين سنة ناقر أباتنا أنت لأنت يدرقوت دعاء لك نبي يدرقو دعاء نو مكنياتهم الله يقبل وال يا باتنا الناس دعاء الله يقبل وال سلميست سنهد بالنسبه للزوجه رضاك لها يدخلها الجنه يا انت دعنا يا انت مودد جنه يسكباتال يا ابنا يا باتنا الناس دمو انسو ناتشو دعاء كادرغولك جنه يمتغباو المهم اني بزو اندزي عينت ما ودادر بزو علني غزي اندال اطفا غن أهون بتكيتو قبتواتشون ديهون تسفادر قال له هذا كله يا أخوة ليس لإهانة الزوجة يعني مستن ما سار نسى دلم أدلم ليش بل هو لتستقيم الزوجة ستوى ويمستو سنسرع ترقى بمسمرون دتهيد نو لكن عندنا قرى اللي يلاوك أتشو مستدمو السو من دنو هذه الزوجة يأتي دورها يسوافان تايمتال ستكون أما الناس لتهنو نجي وستتمتع بما تتمتع الوالدة أهن يبالوان نات يبالوان نات يمتدست بات نجر نجد مسوى النات هنا لجواكا قبابو هلا يهن نجر لسوى ان تدست بات بلونياس كمت أو شرعو إذن نقول أباتنا النات درجات شو كالله بهالا بتشانا شو ليلا يلم كالله بهالا ولتنيا درجة يازي أبات النات ناتشو نوملو لذلك شوفوا يا أخوة لما قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه كان سيدنا سعد بن أبي وقاص قال لا شو سيدنا سعد من العشر المبشرين مجمرة بسلم الناس قبع الناتو الوددتشم يعني ليش سعد على شو محمد قال توك إني نفسين قدل الله محمد قال توك إني بس هاي أمي لا بشرش مجمع البلام سهيوا أكتلاس كم تقدلين كم تقله عليك والله سيدنا سعد الناتي علت كتشلما ودبرهن قبهو محمد صلى الله عليه وسلم تكتلكو من دونه متشي علت لا يه محمد بلو تو ودا نبر كبت يا باتنا اناته هاي ما نتكتل عليكو انبي علي بس هاي لاي وطاش صحي وتكتلش يتكتلش بتمات وها بقى بتام تكتاش مالتنو بشارشا من الات يا ام مالت لو كانت لك مئة نفس عند روح بتشاسي هون متو روح بنورش اياهو متو روح عند بعند بيوتو اني محمد من قد التوم صلى الله عليه وسلم التلفي زنبلش راسشن ارجنجي انما يا نبياتشن من قد تو مالت زبتنو انشي اياش روح يانشي روح ستوطا متوقزي بايم
የነቢያችን የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ አልተውም ስል ሄዳ አርፋ ቁጭ አለች ማለት ነው። ስለዚህ ፈላ ቱጥሁማ መጥፎ ነገር ሲያዙ አትታዘዝ። መጥፎ ነገር ሲሉ በቃ ማዕሲያ ታረጋለህ። ክፈር እንቢ፣ መጠጣ እንቢ፣ ዚና አድርግ እንቢ፣ ወደ ሳህር ነህድ እንቢ ተክላላ። የተቀረው የአዱንያ ነገር ግን መታዘዝ አለበት። ወለው ካና ካፊረይን አባትና እናት ኩፋር ቢሆኑም ሐቃቸው በአዱንያ የተጠበቀ ነው ይላሉ። يقول سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيحهما بشرك قداي ما تطيحهما وصاحبهما في الدنيا. سبحان الله يا أخي الله انديت أزانيو أنت أهون إننا أنت بنهون أباته مأتو لزيت أوت سقدي لهال انبيت ولو الله أشركي لهال انبيت ولو الله يجزت قدلاتي لهال انبيت لالله متتتي لهال انبيت لالله ይሄን የመሰለ ሰው መጠጥ እንድትጠጣ የሚያዝ ዚና እንድታርግ የሚያዝ ሰው ሽርክ እንድታርግ የሚያዝ ይሄ አባት ነው? ይሄ ጠላት ነው አይደለም? ይሁን ሁሉ ይያለ ግን وصاحبهما في الدنيا ኢላል معروفا የዱንያ ነገር ቀለብ ከፈለጉ ስጣቸው። ራሱን ይያሳምክ ጉልበቱን ይያሳምክ ያጠብክ ያባበልክ ከአባትና እናት ኑር። ሽርክ ሲለ ግን እንቢበል ኢላል سبحان الله لم ندن ان ذي قالوا تقالاتشو واتبع سبيل من اناب الي ودنيه تتقا سو اسون بيتشا تكتل ثم الي مرجعكم انتنا اباتنا الناته هلاتكم تتقلاتشو ودنيه تمطالاتشو فانبئكم بما كنتم تعملون من ده تدرج من ده تسرى اني نغراتشو الله اهون جن اكبراتشو الا ان يكون شركا. طيب الغريب في الايه الى العلماء ان الله يبغض الشرك الله بتعام شركن يتقلال جن يتقلاو وجزاؤه الخلد في النار شرك يدرجه جهنم واستقبطا يوطام والمشرك ملعون مطرود من رحمة الله. مع كل هذا لم يضيع حق الوالد والوالدة حق اتشو على الأفهم شرك يدرجهم أشرك يالهم كبرات شو ست بلوال الله سبحانه وتعالى. إذن فالشرك في المحرمات لا. ثم نبه تعالى تنبيه شديد وقال ستجد الناس فرق سوچو ببزو نغر من اللي يايلو عليه من يقول اباؤنا اولى بالاتباع نا ياباتنا نات كبر كدنبرو سيالف من يلال اباتوچاچن يالوت نغر مسمات اللبن ياباتوچاچن بهل نو طرو እናንተ ወሃቢዎች ያመጣችሁ አሁን እኮ ምንም እንትን የለውም ከየት ያመጣችሁ ነው ዚያራት ሄዱ ያሲናት ትቁሩ ምን አባቶቻችን እኮ በጣም ተላልቅ ነበሩ እኮ አባቶቻችን ያ አባቶቻችን አቆሰልከን እኮ አባቶቻችን መፍታቸው የተወሰነ ነው አክብራቸው የፈለገውን ነገር ስጣቸው ግን የአላህን ድንበር ጥሰው ከሄዱ ግን አትስማው አሉ አባቶቻችን እሺ አባቶቻችን አላ طيب عندي هنا ومن يقول عاداتنا وتقاليدنا ارب اهلاتشن الشلال يمن بهلني ارب بهل كون يمطلن يي نجر يا عربوش بهل سبسو يمط يا خي عربوش ادلم يا نبياتشن بهل نو ليلوچو دومو من يلالو من تاخذه لومه لائم في العادات والتقاليد عندان بهلوش لمادرج سو اندايلون ياله دومو يميادرج سو الله ومن يترك كل هذا ويتبع الحق اباتم الناتم زمد ازمد እንዳይሉኝ ይሁሉ እርግፍ አርጎ ደሞ አላህ Subhanahu ta'ala ያለው የሚከተል ደሞ በጣም ጥቂት የሆኑ ሰዎች ናቸውና የነሱን ፈለክ ተከተል ነው የሚለው። يقول كن ممن يتبع الحق واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. يا بن يا بني يا لقمان نو انغدي من علي يا بني يالو سبحان الله بزي نو يتاوقو لقمان ان لجن بممكر نو يتاوقو من علي بالقران يا بني ان تكو مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير لجيالو. الله اكبر. ان تكو مثقال حبه يعني يتشن طيف متهل نجر ويم سنديه متهل نجر من خردل يعني يتشن سنديه ويم باقلا متهل نجر فتكون في صخره
باند تلك دنجاي وست تدبك باند تلك دنجاي وست تدبك بتنور يتشن تيفي بتهل نجر أو في السماوات أنت بمتوقو بالزابة سلاتنيا وسو سماي بتدبك أو في الأرض وين بعمق أرض بوست مريت كفرة بتجبع يأتي بها الله إن الله لطيف خبير الله دبكم يفاي هونم بقلت سميتها وكم بدبك يتاو يتششكم هلو سلمياك الله يا متعتال تتنكق ينيليج يه يلقمان لليجو يتستو مكرنو الله بقرآن أسفره مالتنو سبحان الله العظيم. طيب يقول أما في الذنوب قال تعالى مثلها هذا كتابنا ينطق عليك بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. طيب إذن يهنو إن لا ستر الله شو سل اللقمان مكناتهم هون ولت ساعة تكل نزي سل هيدن باتري ودمون دايش الرسا إن شاء الله سل اللقمان نقر بتقام سفينة قرو سورة لقمان متبالو بقرآن وردت شو بتقام تلك سورة نش بزونا قر يازش نش سويو إثيوبياوي نو ويم حبشا نو تقر نو أن تنو كنفرو بتعم تلك عندي ينا قرية تقصت علماء شو بتعم فنجا ين منورون ميا سوكة بتعم فنجا نبر كور نبر أشر نبر يباري عم ملكي هذا نبر كنفرو بتعم تلك نو أجرو بتعم وستقن وركنا بيننا مر ولا لا نبر الله أمقصت لقمان الحكيم بلو بقرآن يسفروا بسمون ديوم عند السورة يستو تلك نبي أن لهم لكن كنبي يشبتاش بتعام تلك صديق نو عند أبو بكر صديق نو لكن تلك نو نبي بعد لهم سلزي النبي يشين دارو نو الله سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم. نعم نبي الله سبحانه وتعالى كوين نانته لا يرى إلى صوركم ولا أجسامكم ولا أي كلام ينت ملكنا ينت انتن آيم ولكن يرى الله سبحانه وتعالى إلى قلوبكم وإيمانكم بإيماناتشن بقلباتشن وجنة من نقبانجي بملكاتشن على مالتنا يفلقوا نبياتك صلى الله عليه وسلم سلزي هذا لقمان زاري سلاسات تركو التنش لا سردك اميهال ولسو ستياك اكبال له يتمرت اقن تياك اوچو بدرسو كلل بيهونو دسي لنيال قال هون اقن ولسو ستياك الام اكبال زق الجنين كذاب خلا دمو ان شاء الله ودليل انهدالن والله اعلم ما يكفري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمر دمسي مايك فتفوت هرهام سمر دمسي جزاكم الله خير الجزاء استاذاتنا ابو محمد الله يجمره اللوت بسمانو من التقم سوچ الله هرقن ورسونم ان شاء الله كبتسب خرجوچوغا بجنة الله يبصروت من اللون اگر اللهم انقلي ان شاء الله جزاون كالله رو انقلي الله يستوت ان شاء الله እኛም ኮርሱም ያው ተሰምተን ያው ከልብ አንድ ሀያት እንኳን አንድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን በተግባር መውል ሰዎች አላህ አርጋን ትልቁ ነገር ይሄ ነው ጀዛኩም አላህ ኸይር የኔ ጥያቄ እንኳን ያው ቅድም ባስተማሩን በዱዓ በተመረከተ ነው ኢንሻአላህ ያው ዱዓ ደሞ ያው ሁለት አይን ባረቀሰች አይን ደሞ ያው እሳት እንደማታቃጥለው ያው ነግሮናል ጀዛኩም አላህ ኸይር አንድ ትምህርት ወዘናል ኢንሻአላህ እንባም ካም ባይፈስ ብሪያው እግድ እንዲፈስ እናደርጋለን እንግዲህ ኢንሻአላህ እና ዱዓ በመናረግበት ጊዜ ኡስታዳችን እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ያው ከልብ ካለቀሱ ነው እንጂ ከአይናችን እንባ ከቆ ካልጎረፈ እንዴት ነው ኢንሻአላህ በዚህ ላይ ብታብራሩልኝ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ሰው በትንሹ ነገር ያው እንባ የሚፈርሳል አንዳንዱ እንዳው እንኳን ዱዓ ማድረጉን ቆርቶ ሌላም እዚህ ቢደረስም ያ እንባ የማይወጣል እና አሁን ከአላህ ብዬ በመለመንበት ጊዜ የአላህ ፍራቻ ልቤ ውስጥ እያለ እንባ ካልመጣብኝ እንዴት ነው ታዲያ? እስቲ እዚች ጋር ላይ ብታብራሩ ኢንሻአላህ ጀዛኩም አላሁ ኸይር ባረከላሁ ፊክ። ጥያቄው በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው እውነት። እና ዱዓ ስታደርግ ለብቻ ነው ሆነ ከአላህ ጋር እንባህን እየወረደ ስንል ወይም ዑለማችሁ እንደዚህ ሲሉ ከተቻለ ነው ከተቻለ
እንባ እያወረድክና እየጎረፈ ብትለምነው አላህ ስብሓን ወተዓላ ከዚህ በላይ ሩህሩህ ነው፣ አዛኝ ነው። ከተቻለ እንደዚህ ነው። ምክንያቱም እንባ እየወረደ ዱዓ ካደረክ አንተ የነቢዮች ደረጃ ደርሰሃል ማለት ነው። ሊአነ አልአንቢያ ካኑ በካኢን በጣም በጣም ያለቅሱ ነበር። እንዲያውም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነት እውነት በስጁድ ወርዶ በቃ በስጁድ ሆኖ የሚያለቅሱትና የሚወርደው እንባ የነበረው ከነቢያችን በቃ በጣም እንትን ቀዚር ሆኖ ሰፊ ሆኖ እንትን ነው የነበረው። እና የነቢያችን የነቢዮች ደረጃና የስድቆችና የአውሊያዎችና የሳሊሖች ደረጃ ለመድረስ ከፈለክ እንባ ፈብኩ ይላሉ። ፈብኩ ፈኢን ለም ተብኩ ፈተባከው። አሁን ወንድማችን እንዳለው ነው፣ አልቅሱ። እምቢ ካለ እልቅሶ እንደሚመጣ አገፋፋው። በጣም እንዲመጣብህ እንዲመጣልህ አድርገው። ማልቀስ ማለት ትልቁ የሙእሚን ሽልማት ነው፣ የሙእሚን ጸጋ ነው፣ የሙእሚን መልክ ነው፣ የሙእሚን ውበት ነው ማልቀስ ማለት። አንዳንድ ጃሂሎች ግን ማልቀስ የሴት እንትን አድርጎ ነው የሚወስዱት። ዝም ብሎ ደግሞ እንደ ሴት ያለቅሳል። ሴት ዝም ብላ ነው የምታለቅሰው ወይ? ሳትበደል ትለቅሳለች ደግሞ? እሺ ቢሆንስ? ላ በአላህ ፍራቻ ያለቀሰ ሰው የነቢዮች ባህል የነቢዮች ባህሪ ነው የወሰደው። እና ታውቃላችሁ እናንተ ዑመር ብን አልኸጣብ ካነ አሰድ በል የአንበሶች አንበሳ ነበር። ላኪን ከልቅሶ የተነሳ በሁለት ጉንጩ ሁለት ጥቋቁር መስመር ነበሩት። በጣም ያለቅስ ነበር። እንዲያውም ሱፊያን አልተውሪ የሚባለው አው አውዛዒ ኢማም አልአውዛዒ አንድ ቀን በቤቱ አንድ እንግዳ መጣችና አልአውዛዒ አልነበረም። ከዛ በኋላ አንድ ስጃድ ነበር፣ እዛ ተነጥፎ ነበር ስጃድ። እና ስጃዱ በውሃ ተጥለቅልቆ አየቻች እንግዳ። ከዛ በኋላ በቃ ገረማት። አንቺ አለቻት ለሚስቱ፣ አንቺ ይህ ስጃድ ዝም ብለሽ ነው የምታዩ? ባልሽ ቢመጣ እኮ ይቆጣል። ይኸውልሽ በውሃ እኮ ነው የተጥለቀለቀው፣ ህፃኑን ያፈሰሰበት አለችው። ከዛ በኋላ የአውዛዒ ሚስት ይመላለች፣ እረ ባክሽ እንደዚህ አይደለም፣ ይህማ እንትኑ ውሃ የተጥለቀለቀው እኮ የአውዛዒ የባሌ ሌሊት ተነስቶ በስጁድ እያለቀሰ ከአይኑ የፈሰሰ እንባ ነው እዚህ እንትን ያጥለቀለቀው ብላ መለሰችለት። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ደግሞ አንድ ቀን ደግሞ አንዱ ሰሓቢ ነው ቁርአን ይቀራ ነበርና طيب عند 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 آية درسة فخروا نعم خروا له سجدا وبكيا يملو سجدا وبكيا يملو آية سيدرس و انقلي آية السجدة نشيتي مسجد على لبه سجود مورد على لبه بسجود وردنا إذا هنا دعاء درجة دك موسل نبر انقلف متعبتنا تنش تنيا بسجود هنا انقلف تن عشان نفو تنيا ሲተኛ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልም አያቸው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ያቃቸዋል እንግዲህ ሰሃቢ ነው። በህልም አያቸውና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? ያ ፉላን አሉት፣ ሀዘ ስጁድ ያንተን ስጁድ አይተናል። አይን አልቡካ እልቅሰው የት አለ? አላህ ያለው ኸሩ ሱጀደን ወቡኪያ በስጁድ ወርደው የሚያለቅሱ ሰዎች ናቸው እኔ የምወዳቸው ይላል። እሺ ስጁዱ አይተናል፣ ቁሰው የት አለ ማልቀስ የት አለ ብለው ሲነግሩት ብር ብሎ ከእንቅልፉ ተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ማልቀስ ማለት ትልቅ ነገር ነው። ደግሞ ይህ ማልቀስ ማለት ማንንም ሰው አይታደለውም። አላህ የወደደው አላህ የፈለገለት ብቻ ነው። ወላሂ ወላሂ አንድ ሰው የሚያለቅስ ከሆነ አላህን ፍራቻ፣ የአላህን ትልቅነት፣ የነቢያችን ፍቅር ናፍቆት ይዞት የሚያለቅስ ከሆነ هذا الانسان في خير وخير وما بعده خير كذاب لا خير يلم يبتان بتلقو خير نو يالو نو ملو سلازي مالك اسما لت وبت نو كشال كالكس كالالك اسك جن دعا هاي كبر مالت هذا اللم وندمي يانت دعا لبه نسوه كهونة يكبر وال القصوكة تشمر ربت جن بتام قنجي هنا مالت ينو نعم فايك ما يكفري لسو لمسالي ያው በዱዓው አማካይነት ማለት ነው። ባሉት መሰረት አንድ ሰው ወላሂ ወላሂ ይህን ነገር አደርገዋለሁ ይልና ይህን ነገር ካላደረገ ምን ማድረግ አለበት? አንድ ነገር ለማድረግ ወላሂ ይህን አደርገዋለሁ ብሎ
خالا درجاو مسوم على بتي مبانا جس هم يشالونا عندنا مسوم سكهونا سنتكنا مسومه إن شاء الله هنتي يا كي بلدنا كذا بولاج بقول ممتاز يا كي الله نزيم بدعاء يا كي متاع الله أرسل غير مركب كارو كهونا شرط يا كنا كربانه مايك فري سلام عليكم وبركاته نعم وعندما تشوف اللاجو تشين تروت يا كنو تيجي كوجن ጥያቄው ባርስቱ ክልል ቢሆን ነው ጥሩ ብለናል ምክንያቱም አንተ የጠየቀው ጥያቄ አሁን በመልስ የሚመለስ አይደለም ሙሐደራ ያስፈልጋል በመማል አከባቢ ነው የጠየቀው በመማል ነገር ነው መማል ደግሞ ብዙ አይነት ነው هناك حلف قسم قاموس የሚባል አለ حلف معقد የሚባል አለ حلف لغو የሚባል አለ ይደሞ እነዚህ ሶስት ደሞ የራሳቸው እንትን አላቸው ይሄን ለመግለጽ ከጀመርኩ አድራለሁ ወረቴ ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ማላ አናብዛ በሆነው ባልሆነ እንትን አናብዛ ሁለተኛ ደሞ ከፋራ ያለው ማላ አለ ከፋራ የሌለው አለ ተውባ የሚያስፈልገው አለ ተውባ ካላልክ ጀሃነም የሚያስገባ ማላ አለ ይሄን ነገር እንግዲህ ሌላ ቀን በዝርዝር እንነጋገርበታለን አሁን ግን በአርስቱ ክልል ቢሆን ጥያቄው በጣም ቆንጆ ነው ላለው ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይስማ ለጀማ ይስማ ሰላም አለይኩም ይስማ ኦኬ ኦኬ ሸኸ ኢብራሂም ስራጅ የውናይ ጥያቄ ዳአፍ እንገብር ተለና ምምጃን ይካልዲ ማለት ምምጃን ማለት በለለው ሰው ኦኬ በለለው በልሞተ ሰው ምምጃን ካምኒ ይካል ያው ተዓሊና ነርና ብለ በለለው ሰው ከምምጃን ይካል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክሪ ወንድሜ ሪድዋን ወላሂ ጥያቄው አልገባኝ ምምጃን ምንድነው ምምጃን ጥያቄው በመጃን ይቻላል ወይ አለኝ ወላሂ በትደግምልኝ ጥሩ አርገህ ምክንያቱም ይሄ ነገር አላቆም ምምጃን ምን ማለት ነው شماك فري السلام عليكم سمعت سمع يا جماعه عندنا دكتور اوكي شباب راي ميمجان معناتي مجن يدمنيو لبلونيو للمونتا نيو تعال غورو معناتي لمثال اكلمجن كرشنا مجن دومتا نيو سلازي حموسي يتقدي بشرع بدينا او نهون جبتونيال انقدي مجن مجن معنات ለምሳሌ በአብد السلام ይሁን በአብد السلام መጀን በአብد القادر الجيلاني መጀን በአንር حسين ጠላለድን መጀን ትንሽ ደሞ ብታስገቡት ደስ ይለኝ ነበር በሸኽ ኢብራሂም መጀን በፍላጎታችን መጀን በአቡ ኡሰይምን መጀን ብታስገቡለት እንዴት ያምር ነበር መሰላችሁ والله ለምን ነው ጠነሻችሁኝ ባካችሁ እንዴ ቁባ አርጋችሁ ቆስ በየአመቱ ዚያራ ብታረጉልኝ እንዴት ቆንጆ ነበር ለነሱ ብቻ አብد القادر الجيلاني خلاص يا شيخ ኤክስፓየር ሆኖ ወልሱ خلاص تاريخه ودك لن ياسقبون ابو عثيمين توداله في لاغوتاتشن في لاغوتاتشن مجن يا اخي هذا شرك هذا شرك اكبر بشار عبد السلام يهون بدسوقي يهون ببدوي يهون بالشافعي يهون بحنفي يهون يميلوا نجر تقلا لا شرك نو الله سبحانه وتعالى اني قريب وانا اقرب من حبل الوريد انا انزل الى سماء الدنيا كل صباح ادعوني سلاله من دنو بفولان 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 عنده من عليه يهي وندماتشن رضوان ده طيقو من عليه انذي كركر تنسى كركر تنسى انا من عليه يا شيخ ابراهيم عليه نعم اهون انت يا علي يقولاشو طياقو بتام زومبلو طياقه نو اهون انت تلقو يمزجاجا بيت علاقا رئيس يعني يمزجاجا بيتو تلقو حلافي هونو ويم دمو تنو يمكلاكيا منستر تلقو جنرال انت هون قد تاقبته ينفلق الله لما لتتشلال لها لن والله كتتشال لمن يهون لتتشلال له ادلم اهون امير يكتمو امير بوتادر يتكببسو انت هده لمساليه ينفلق الله لما لتتشلال لها لن والله لتتشلال مالكوت طيب لاميرو ويم دمو لكتمو هلافيل لمن ناقر يالشالكو انديت الله سبحانه وتعالى تنقر له طيب من مالتنا والكوت لجنرالو بليلا امراج ارقه بليلا سوا ارقه بمي ودو سوا ارقه باقوتو لويج ويم بوندمو ارقه ابيت هده بقى انتن بلهنو متاقنيو انجي قتل تاقنيو اتشلم
الله دمو كذا يبلط انونا انديت تاغنيو الله اللهن سو ماغنيت يالشالكو علي سبحان الله العظيم يانت انغدي طياقه لمملك كتفلغا الكوت عندند ايات هالو بالقران بقاي قلم بقاي حبر ارغن مسرز علبنا الكوت نم علي من علي او بالقران هالو عندند اياتوچ قاي قاي حبر انتن قاي سكريبتو امطالنينا لسرزاچو اياسفلغوم نا تقطع انديت نزي تلالالين قال انت يانت طياقه بزي نو ميملسو الكوت انديت علي يقول سبحانه وتعالى واذا سالك عب انتو واذا سالك عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي لو يتنط الو الكوت سبحان الله العظيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي ملو ايا يتنط الو الكوت ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يتنط الو الكوت الله بيقنو بس سماي يوردال باكاچو طيقون انسطاچالو يلال يتنط الو الكوت يانت يا يبزغجا بيتنا يي بطام يبسبس سو على انتن بوتادر يتكببكو فري سلهونه نو ونجلنيا سلهونه نو انجي اللهم بغلص اكو نو ميلو طيقون سطاچو الله ياله من نادرغو يهن ايا الكوت زم على سويو سلازي اونتي نو بشخ غلا شيخ الافر شيخ غري شيخ من اينت عند عند طياقه ياله والله العظيم اقول لكم بطياقه ميملسو طياقه ياله سلازي وندمي يعني اغلي مجن اغلي مجن اغلي من اغلي منامن هذا الشرك نو ان شاء الله نعم ما يكفري هون باللسو نو بموتسو سايفون باللسو نو يتيالكوت نا يالو ان شاء الله هي نو طياقه يملس الله من ربات انك يملسوتال على كل حال عم تشال ادلم متشال امسرني الله اعلم استاذ يملسونا ليراو ان شاء الله استاذ انغدي بتوبيكو زوريا طياقه باذن الله تعالى عند هتاك يتيقكو مندنو سيت ليش لبالا نو ويس لولادوچا نو يبلته متتازز يالبات كاستمرتوچ نو انا ليلا ሁለተኛ دوم يتياز قلا طياقه سلونه ከዛው የታያዘ ስለሆነ በወላጅ ምክንያት ነው አንድ እህታችን የጠየቀችው አባትና እናት የሌለው አባትና እናት የሌለው ሰው የነሱን ያህል ሀቅ ያለበት ሰው ማን ነው አባትና እናት የሌለው የነሱን ያህል ሀቅ የሌለበት ሰው ማን ነው ብላ ጠይቃለች ማይክ ፊለር ሶ ሰላሙ አለይኩም ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጥያቄ سنጠይቅ አንድ ብቻ ቢጠይቅ ይሻላል ይማታል ከዛው ረሰዋለሁ እና መጀመሪያ ጥያቄ ርድዋንም ጥያቄ يا اخي يموتي يهون بهيوتو يالله يهون سو من يتقمال باغله متلو مندنو بيرورس من يادرغلها لمثالي بالله سو يا ربي باغله يهون نا طيقهالله مالتو راسو توسل نو توسلو دمو بتام بتام يتكلكله نو بالله بموتم ولتنيا طياقه يا اهتاچن طياقه نو سلمن نبر عندنياو الله اعلم والله طفى بين مكنات طياقه كبزا اين دغم واستفلاغوتاچن عند طياقه بتش استني بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو بنو استاذ مجمر ان شاء الله ولا طياقه ابرو بتيكي ابو بنو يني تفات نو ان شاء الله مايك ما نو طياقه سيت ليج لبالا نو ويس لولاجوچا نو يبلته متتازز يالبات سيت ليج لبالا نو ويس لولاجوچا نو يبلته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طرق يا كانو سيت ليج اسكمتا غبا درس بالوا بعقد شرعي اغبتو كباتوا بيت يزو اسكمي وطا درس يا باتوا تعزاز نو متى انت اللي متلو يا باتوا الناتوا تعزاز ما اكبر اللبات بالوا اغبتوات كبيتو كناتوا بيت اوطتو بيتو لاي كوسده جن ጠቅላላ ያባትና የናት ትዕዛዝ አሁን ከባልዋ በታች ይሆናል ለምሳሌ አባት ልጅቱን ለመውሰድ አይችልም ለምሳሌ ባልና ሚስት አሉ አይደለም የሚስቱ አባት መጣና ልጅን ወስዳለሁ ለጉብኝት ባልዋም ቢካለ አትወጣም እሺ የኔ ልጅ እንደዚህ ገንዘብ ሰጥቼ እንደዚህ አትችልም የፈለገውን ነገር ያለ ባልዋ ፍቃድ ምንም ነገር ልታረጋት ይችላል ኢላ የራስዋ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ገንዘቧ
የራስዋ እንትን ነው የራስዋ መብት ነው ባልዋ ሊቀርበው አይችልም ወይም አንዳንድ ነገሮች አሉ ራስዋን የሚመለከት ነገር እንትን ግን ከቤት አስወጣታለሁ ብትል እናቷ ወይም አባቷ ላ طيب አባቷና እናቷ የሚፈልገው ነገር አንድ ነው ባልዋ የሚፈልገው ሌላ ነው የባልዋን ትዕዛዝ ነው የምትሰማው ስለዚህ ከማግባቷ በፊት የአባቷና የእናቷ ነች ከገባች በኋላ ግን የባልዋ ነችና እሱን ታዛ ምክንያቱም ሴት ልጅ ሁሉ ጊዜ ጥላ ያስፈልጋታል ጥላ ያስፈልጋታል ካገባች በኋላ ባልዋ የሷ ጥላ ነው በጥላ ስር ሆና ነው የምትኖረው ማለት ነው እና ይህ ነው እንግዲህ እሺ ይሄ አንደኛው ጥያቄ ሁለተኛ ጥያቄ ምን ይላል ለፍላጎታችን السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير أستاذ قلت تنياو تياكي إن شاء الله تعالى بليس بليس بلان عند تاشي تياكاتشو أباتنا أننا تيري اللو ينسوني أهل حق يالبت سو ما أنو أباتنا أننا تيري اللو ينسوني أهل حق يالبت سو ما أنو مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير أستاذ إيشي أباتنا أننا تيري اللو لج ويم لج هسيت ويم لج وند እና በመጀመሪያ ሀቅ ያለው ሰው የለም አባትና እናት ናቸው ብቻ ነው በቁርአን አጥብቆ ያዘዘን በሐዲስም አጥብቆ ያዘዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያባትና የናት ነው ከዛ ድንበር መውጣት አንችልም ግን ማክበር የሚባል ነገር አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ምንድነው አንድ መጥቶ ጠየቃቸው ያ ረሱላህ አባቴና እናቴ አከብራቸው ነበር በህይወታቸው አሁን ሞተዋል እና የሳ እነሱ ያባቴና እናት ሀቅ በዚህ ተጨርሷል ማለት ነው ብሎ ሲጠይቃቸው ላ አሉት እንግዲያው ከሞቱ በኋላ ሀቅ አላቸው ዱዓ ታደርግላቸው አለ ከዛ በኋላ ሰደቃ ተሰደቃለ اللهم اغفر لهما تلالا تمام ከዛ ደሞ እነሱን የሚወዱት ስራ የነበረው ደሞ حرام ካልሆነ ታደርጋለ አሉት እንዲያውም የነሱ ጓደኞችን ታከብራለ አሉት ነቢያችን ለምሳሌ ያባተ ጓደኛ ከነበረ ከመጣ ተነሳለት ተነስተህ ቁጭ አድርገው ምክንያቱም ያባት ቦታ ነው ያዘው ግን ያባት ክብር የለውም ግን ያባት ወንድ ያባትህ ጓደኛ ስለነበር ወይም ያባትህ ወንድም ስለነበር ያባትህ ዘመድ ስለነበር ላባትህ ብለታ ከብረዋለህ ሐቁ ተሰጠዋለህ ላኪን እንደ አባት እንደ እናት واجب የሚሆንበት ሐቅ የለውም ስለዚህ አባትና እናት ብቻ ነው በሐዲሱም በቁርአኑም የተጠቀሰው ሌላ ግን መከባበር ብቻ ነው ትንሹ ለትልቁ ያከብራል ዘመድ አዝማድ በጣም ይከባበራሉ እንደዚህ ካልሆነ መስተቀር ያኒ anyone የራሱን ሀቅ ነው ያለው በዛ ጊዜ ናም እሺ መጨረሻና ከዛ ሰላም አለይኩም ያ ጀማዓ ይስማ ከሆነ አንዳንድ ምልክት ኦኬ ጀዛኩም ዳከረን ኡስታዝ የኔ ቋ ጥያቄ ምንድነው አሁን እህታችን ከተየቀችው ጋር ተመሳሳይ ነው ክርስቲያን ፋሚሊ ያላቸው እህቶቻችን እየሰለሙ አሉና እነሱ አሁን የቤተሰብን ሀቅ መጠበቅ አለባት ከማግባቱ በፊት እንዴት ነው እስኪ እንትንሽ ከዚህ ጋር ያይዘው ላይብራሪን ቢችሉ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ማይክ ፍሪ ናም አቡነ ቡይል ወንድማችን ትንሽ ዘግይተህ ገብተሃል ማለት ነው እንጂ ይህ በደንብ ነው የገለጽኩት እኔ አንድ ሙስሊም የሆነችው ሴት ከማግባቷ በፊት ያባቷና የእናቷ ክብር መጠበቅ አለባት መታዘዝ አለባት ብለናል طيب አባቷ ክርስቲያን ቢሆንም ይሁድ ቢሆንም ካፍር ሙሽሪክ ቢሆንም ያኺራ ጉዳይ ነው የማትታዘዘው እንጂ ያዱንያ ጉዳይ እሱ ገንዘብ ካስፈለገው ትሰጣለች ነይና እኔ ታምም ያለሁ እኔን በጣም ትናርግኝ በቃ አግልግልኝ ካለ ታገለግለዋለች የፈለገው ነገር ያዱንያ ነገር አባት ነውና ክብሩ የተጠበቀ ነው ያኺራ ጉዳይ ግን አሽሪኪ ቢላት እንብትላለች ኸምር ጠጭ ቢላት እንብትላለች ብለናል ይሄ ነገር ስለዚህ ካፊሮች ቢሆኑም አባትና እናት ክብራቸው የተጠበቀ ነው ምክንያቱም ወልደው አሳድገው እዚህ ያደረሱህ እነሱ ነውና የኩፍራቸውና የሽርካቸው በሙሉ ከአላህ ዘንድ ያገኙት ግንኙነታቸው ከአላህ ነው እንጂ ካንተ ምንም ትንየለውምና ካፊሮች ቢሆንም ክብር ያስፈልጋቸዋል የሚገባቸው መብታቸው መጠበቅ አለብን አለበለዚያ የዲን ከሆነ ግን እንብንላቸዋለን እሺ የኔ መርሲ ይህ ነው እና ደህናደሩ ላቸዋለሁ ነገም ከደገ ወዲያም አላህ አገናኝቶ በሌላ ቶፒክ እንገናኝና ኢንሻአላህ ደህናደሩ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ